جايب لكم النهارده تحديثات مفيدة جدا لمنشئ المحتوى، سواء بقى عايز تطمن أرباحك هتكون حلال ولا حرام، وجايب لك كمان خبر هيساعدك على زيادة أرباحك بنسبة 1000000% الفترة اللي جاية. كتير جدا من منشئين المحتوى بيحققوا الشروط ولكن ما بيفعلوش ربح، بيكونوا خايفين وقلقانين من موضوع الاعلانات حلال ولا حرام، ودايما منشئ المحتوى ده بيكون عاوز يتحكم تحكم كامل في ظهور الاعلانات على قناته، ولما كان يدخل لأي شرح على اليوتيوب الموضوع كان متعب جدا جدا جدا، لأن حضرتك علشان تعمل حظر لأي نوع من الإعلانات كان لازم تدخل على جوجل أدسنس، من جوجل أدسنس تعمل تسجيل دخول، وبعد كده العلامة التجارية، وبعد كده يوتيوب أدسنس، وبعد كده عناصر التحكم في الإعلانات. فالموضوع كان متعب جدا على منشئ المحتوى ان هو يعمل حظر لفئة معينة، الموضوع متعب جدا ان هو يدخل على جوجل ادسنس، لان اصلا انت بتدخل علشان تشوف ارباحك بتبقى خايف وقلقان. لكن التحديثات المرة دي مختلفة اطلاقا اطلاقا، وفي خدمة منشئ المحتوى بنسبة 1000000%. فاليوتيوب قرر ان هو ينقل الموضوع ده من هنا لاستوديو اليوتيوب. هتبقى موجودة فين بقى؟ هتبقى موجودة عندك هنا في الاعدادات، هتبقى موجودة تحت هنا حاجة اسمها فئة الاعلانات، هتبدأ تظهر خلال الاسابيع القليلة القادمة عند جميع منشئين المحتوى، واول ما تظهر هنشرحها بالتفصيل، ازاي تقدر تتحكم في الاعلانات، ازاي تعمل حظر الاعلانات، ازاي تعمل سماح للاعلانات علشان تبقى مأمن وعارف ارباحك حلال ولا حرام، تقدر تتحكم وتسيب الاعلانات اللي ليها علاقة بالدين بس، تسيب الاعلانات اللي ليها علاقة بالتطبيقات بس، اللي ليها علاقة بمحتواك بس، تمنع اي خمور، تمنع اي عربيات، انت تقدر تمنع اي فئة انت عايزها. والفترة اللي جاية الموضوع هيكون سهل جدا 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 لمنشئ المحتوى. على فكرة مش هو بس ده التحديث، لا ده انا جايب لك تحديث هيزود من ارباح منشئ المحتوى. ازاي؟ هو احنا لما بنيجي نحسب ارباحنا دايما بنقول لك ايه، احنا عايزين نزود الار بي ام. الار بي ام يعني الالف مشاهدة بتساوي كام دولار. الار بي ام ده بيعلى وبيقل مع ظهور الاعلانات، كلما ازدهر منشئ المحتوى في ظهور اعلاناته على قناته ارتفع الار بي ام، حتى لو كان الدول دي الار بي ام فيها قليلة فكده كده هيكون في ارتفاع حتى لو قليل. لو كان بقى القنوات دي بتتفرج عليك او الناس المشاهدين بتفرجوا عليك من بره، الار بي ام بتاعك هيعلى لان كمان سعر الاعلان هيكون اعلى. اللي حصل ان اليوتيوب قرر انه يعمل تحديث من اجل زيادة ظهور الاعلانات على القنوات المفعلة ربح. ازاي بقى؟ كتير جدا من حضراتكم بيكون بيتفرج على اي فيديو مامته او بابا يندهوا عليه، لما يجي يندهوا عليك ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالاتي، انا عايزك تركز معايا. بص، انت وقفت الفيديو، بدأ الفيديو يصغر ويظهر لك اعلان، الاعلان ده هيساعد على زيادة ارباح منشئ المحتوى بنسبة 1000000%. فالتحديث ده هيفيدك هيفيدك هيفيدك، لانه هيعلي الار بي ام عندك، مع ارتفاع الار بي ام وارتفاع المشاهدات الاتنين هيساعد على ارتفاع ارباح منشئ المحتوى، وبكده يبقى التحديث ده كمان تحديث ايجابي. هل في تحديثات تانية؟ ايوه في تحديثات تانية كتير جدا ممكن نتكلم عليها النهاردة، ليها علاقة بالتعليقات وليها علاقة بالفيديوهات القصيرة. ممكن اقول لك التعليقات دلوقتي، خلينا اديك تسريب يا عم. بص يا عم، خلال الفترة القليلة القادمة لما تيجي تدخل على التعليقات هيبقى ظاهر عندك تعليق كده بيقول لك جزاك الله خيرا. بص بقى، اليوتيوب قرر ان هو يعمل لك رد آلي بالذكاء الاصطناعي. الرد الآلي بالذكاء الاصطناعي ده بناء على ردودك السابقة،
يعني انت رديت على نفس الرد ده زي قبل كده، هيبدأ يجيب لك نفس الرد ده مكرر، او هيبدأ يحسنه لك او يجيب لك رد بالنسبة ليوتيوب هو ده الرد الايه المناسب. فالتحديث ده برضو جميل جدا جدا جدا، وبدأ بالفعل يظهر عند مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى اللي عندهم باللغة الإنجليزية، وقليل جدا من منشئين المحتوى اللي عندهم باللغة العربية. وكنت اتكلمت على التحديث ده قبل كده، بس التحديث الجديد بقى ان هو تم إضافة اللغة العربية سواء في الموضوع ده او في التوبيك. التوبيك ده لو انت بتتفرج على الفيديو من الموبايل هيبقى في حاجة اسمها توبيك المواضيع، بدأت تظهر برضو في اللغة العربية، وبدأ يظهر ملخص اسمه ملخص الـ AI والذكاء الاصطناعي للفيديو، وده برضو باللغة العربية. وخد بالك ده هيكون له تأثير سلبي على منشئ المحتوى، هنتكلم عنه لما يجي في الوطن العربي. لكن اللي عايز حضرتك تفهمه ان الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي في تحديثات بتحصل كتير جدا في خدمة منشئ المحتوى برضو، زي ما احنا بنتكلم ان في حاجات كتير جدا سلبية، لكن التحديثين دول هيساعدوا منشئ المحتوى ان هو يعرف ارباحه حلال ولا في حاجة غلط فيبعد عنها، فيبعد عن الحرمانية. وكمان هتساعد منشئ المحتوى على زيادة الاعلانات على قناته فهيعلي الار بي ام. طب معلش انا اسف جدا ثواني، هو انا اعرف ازاي عدد ظهور الاعلانات على قناتي؟ هقولك، خلينا ندخل مع بعض على الايرادات. من الايرادات هننزل تحت كده هنعمل عرض المزيد، من عرض المزيد هيبدأ يجيب لك المحتوى، من المحتوى ده هتعمل علامة الزائد هنا وتعمل مع حضرتك هنا عدد ظهور الاعلان. بس ثواني كده ثواني كده، لما تعمل مرات ظهور الاعلان ايه ده؟ ده جاب لي صفر. ليه جاب لي صفر؟ انا عايز حضرتك تعمل مصادر الزيارات، مع مصادر الزيارات تعمل علامة الزائد وتعمل مرات ظهور الاعلان. ايه ده برضو؟ ده برضو صفر. عايز حضرتك تشيل دي وتعمل المنطقة الجغرافية وتعمل زائد وتعمل مرات ظهور الاعلانات. ايه ده؟ ده برضو صفر. اشمعنى كده؟ هقول لحضرتك اشمعنى. انا عايز حضرتك وانت داخل ما تدخلش من هنا، ادخل من الوضع المتقدم. من الوضع المتقدم هيبدأ يظهر لك الشكل ده، حاجة اسمها المحتوى، اعمل علامة الزائد واعمل مرات ظهور الاعلان، هيبدأ يظهر لك بشكل سهل جدا وبسيط للايه للفيديوهات القديمة. اما الفيديوهات الجديدة بتقعد مع حضرتك 48 ساعة. بالنسبة للفيديوهات القصيرة الى هذه اللحظة مفيش عليها مرات ظهور اعلان، لان ليها احتساب مختلف لموضوع الارباح وهي مشاركة مع اليوتيوب. فهمتوا؟ وده اللي عايز حضرتك تفهم. يعني مثلا ده جاب 14000 مشاهدة، جاب 15000 مرات ظهور اعلان، فكده الار بي ام بتاعه ارباحه عالية بنسبة كبيرة جدا. فهمتني؟ يبقى علشان نشوف مرات ظهور الاعلان بندخل من الاحصائيات هنا ونعمل الوضع المتقدم، ما نعملش من عرض المزيد، لان عرض المزيد ده ليه علاقة بالارباح فقط. فلو دخلت هتدخل على الارباح فقط، الارباح فقط. انا مش عايز حضرتك تدخل على الارباح فقط، انا عايز حضرتك تدخل على كل حاجة انت عايزها، فتدخل من عرض المزيد فوق على الشمال للوضع المتقدم فوق على الشمال. انا حبيت اغلط لك الغلطة دي، اوضح لك الغلطة علشان ما تقعش فيها وتبدأ تشوف. طالما مش ظاهر لحضرتك انك تضيف هنا اي حاجة زي كده مثلا، يبقى هنا مش متاح لك. هنا جرب خانة تانية، من الخانة التانية هتعمل زائد وتشوف بدأ يظهر او ما ظهرش، هتجرب خانة تالتة بدأ يظهر او ما ظهرش، يبقى حضرتك مش متاح لك انك تشوف في الخانة دي، لان كل خانة من دول ليها علاقة مختلفة وليها حاجات مختلفة وليها ابعاد مختلفة. ده اسمه الوضع المتقدم، ودي اكبر وضع في اليوتيوب، اخر حاجة خالص، ده للمحترفين فقط. فهمتني؟ شكرا للجميع، كان معاكم مرجع اول منشئ المحتوى يوتيوب لحد يوضح لك ادق التفاصيل. شكرا للجميع.